الكلام على ايه؟ الكلام على الكره الاوروبيه طبعا. الحقيقه امبارح شفنا ماتش اعتقد الناس كلها يعني افضل المتفائلين في مدريد ما كانش يتوقع، ولا اسوا المتشائمين في ليفربول كان يتوقع طبعا سيناريو المباراه بالشكل ده، وخصوصا انه على الرغم من نتيجه ثقيله جدا لكن احداث المباراه، الاخطاء اللي ارتكبت فيها سواء كورتوا او اليسن بيكر، تقدم ليفربول بهدفين ثم ريمونتادا او ريمونتادور زي ما قالت ليكيب، تخلينا نتكلم على يعني بطولة ولا أروع. الحقيقة دايما بستمتع بالتشامبيونز ليج. النهاردة في برضو ماتشات، بكرة في اليوروبا ليج زي ما قلت لكم ما تنسوش عندنا مشاركة لمصطفى محمد نونت في مواجهة يوفنتوس الإيطالي، وعندنا مشاركة لإمام عاشور ميتلاند في مواجهة سبورتنج لشبونة، وطبعا المباراة النارية بكرة العالم كله هيتابعها، مانشستر يونايتد في مواجهة برشلونة، مباراة العودة بعد التعادل بنتيجة 2-2 في مباراة الذهاب في الكامب نو. داخل النهاردة عليا شامم نفسه فاتح صدره داخل بقلب جامد طبعا بعد الخماسيه، بلال محسن بيشرفنا النهارده في السادسه. مساء الخير يا بلال. مساء النور طبعا يا استاذ احمد، واهلا بحضرتك واهلا بكل الساده المشاهدين. ويعني المقوله الخالده بقى في ليالي الابطال لا مثيل للريال، فريال مدريد قال لك ال 15 بتطبخ على نار هادئه، يعني خلاص حطت الكاس في دولاب يعني مش ممكن والله بصراحه ماشيه معاكم بصراحه، يعني انا 2-0 قلت الليفر راجع بقى وهيعمل رباعيه تاريخيه ويكسر الدنيا. انا رغم تقدم ليفربول في بدايه المباراه طيب ماشي يعني اديله حقه بقى، انت اليوم يومك انا عارف يعني مش هترحمنا النهارده، بس يا لازم راحه طبعا بالمتالق دائما صديقي العزيز فاروق عصام بيشرفنا النهارده. مساء الخير يا فاروق. مساء الخير يا احمد، ومبروك يا بلال، ودايما ببقى مبسوط ان انا موجود معاك. لسه المشوار ما انتهاش، خد بالك ليفربول مبارك بدري خلاص ريمونتادا بعد ما اتغلب من البارسا قال لك خلاص صعبه قوي هي صعبه طبعا، بس ما فيش شيء مستحيل في كره القدم. ده مع الريال لا في مستحيل في مستحيل مع ريال مدريد في ملعبه في مستحيل كمان. مش عارف ليه امبارح افتكرت، ابتديت الحلقه بالكلام ده، النهارده اسمع رايكم برضه. افتكرت امبارح بعد الخماسيه، يعني ما اعرفش المقارنه جت طبيعي كده توماتيكي كده جت على طول في دماغي، بعد ما الاهلي خسر من ريال في مباراه كاس العالم، رغم انه شتان الفارق يعني الاهلي قدام ريال كان بجد ند لند، ولما تحسب فرص الاهلي والمؤكده والفرص اللي صنعها وانه صمد قدام ريال شوط كامل ونتيجه خطا ساذج، يعني الريال سجل اول اهدافه وانه الاهلي صمد لغايه الدقيقه 90 تقريبا 91 2-1، يعني كان في امل. وتقارن امبارح ليفربول فين بقى؟ في الانفيلد، فين؟ في ملعب مليان جمهور، في بطوله هي الوحيده، الامل الوحيد لليفر، فتخلص النتيجه ب5-2. ما اعرفش ليه افتكرت ردود الافعال بعد خساره الاهلي من ريال عندنا هنا في مصر، مفارقه يعني. ده شعور طبيعي، شعور طبيعي كان عند معظم الناس امبارح اللي كانت بتشاهد المباراه، خاصه ان النادي الاهلي لسه المباراه ما عداش عليها وقت كبير، يعني احنا كنا لسه من اسبوع بنلعب ريال مدريد، وزي ما حضرتك قلت احنا كنا في المباراه ند بند مع ريال مدريد على ارض الملعب في مباراه رسميه. النادي الاهلي كان في وقت قريب جدا في الدقيقه حوالي 87 كان النادي الاهلي هيتعادل. وانا كنت واثق ان احنا لو كانت كره قفشه دخلت مرمى ريال مدريد كان بقى سيناريوهات النادي الاهلي هتتحقق على ارض الملعب، وكنا هنروح لاكسترا تايم، ما كانش هيحصل السيناريو بتاع الهدفين اللي في الاخر لان كان خلاص وقتها الموضوع اختلف يعني. ولكن النادي الاهلي امبارح لا، يعني احنا لو قارنا لا، النادي الاهلي كان على ارض الملعب افضل بكتير من من الشكل او المظهر اللي ظهر بيه امبارح ليفربول في الانفيلد زي ما حضرتك قلت. ايه اللي حصل في الانفيلد امبارح فاروق؟ يمكن انا والدي عشان صلاح طبعا فهو مشجع لليفربول، ما اعرفش بقى مشجع ليفربول مشجع متهم من ساعه ما صلاح راح وانا بتفرج على ماتشاتهم من زمان. انا متهيأليش انه ليفربول كان ليه قاعده جماهيريه يعني دايما كان اليونايتد هو اكتر. انا والدي ما كانش بيتفرج على ماتشات ليفربول بس من بعد ما صلاح راح قال لي انا كنت بتفرج عليهم من وانت صغير بس انت مش متابع. نادي شعبيه في مصر حاليا طبعا. فبيتفرج 2-0 راح مكلمني في التليفون قال لي 2-0 وهتبقى ايه ليلة. فضيحه وليله. قلت له اصبر ريال مدريد استنى، الفرق الوحيده اللي ما تنهارش ضد اي فريق هي ريال مدريد. عقليه الجيل الحالي ريال مدريد يعني شخصيه البطل والكلام عنها خلاص، يعني خلصنا الكلام على شخصيه البطل، بقى في شخصيه اسمها شخصيه ريال مدريد، لعيبه ريال مدريد. انت خسران 2-0 في ملعب زي الانفيلد في ربع ساعه تنهار طبعا تنهار واتفاجئت ان اللعيبه متماسكه. كارلو انشيلوتي لا هو متعصب ولا هو مشدود، ولا عارف ان لعيبته هتقدر ترجع في المباراه بكل سهوله، ويمكن هدف فينيسيوس كمان اللي بسرعه بعد الهدف الثاني لمحمد صلاح ساعدهم في ده. دي طبعا الاحصائيات، احصائيات المباراه، ارقام الفرقتين في ريال مدريد متسيد في كل حاجه في المباراه طبعا باستثناء اول ربع ساعه، لكن بعد كده طبعا نتيجه 5-2 نتيجه كبيره والعوده فيها
هتكون صعبه جدا، خصوصا انت بتلعب في سانتياغو برنابيو في دوري الابطال، يعني العوده نقول شبه مستحيل على ليفربول اللي كمان مش في افضل احواله. التصويب ريال مدريد 9 تصويبات، 6 منهم في المرمى، نفس العدد 9 تصويبات لليفربول، 5 منهم على المرمى. دار الفرص المؤكده 0 لريال مدريد و2 لليفربول، منهم واحده لداروين نونيز. عشان كده دايما اي فرقه بتلعب ضد ريال مدريد، النادي الاهلي ضيع ضد ريال مدريد خسر المباراه. ليفربول ضيع فرصه مؤكده لداروين نونيز، خسر المباراه. ما ينفعش ضد ريال مدريد تضيع فرص. بص على ريال مدريد ما بيضيعش الفرص، لانه كل الكور اللي بيروح بيها بيقدر يسجلها. نسبه الاستحواذ كالعاده انشلوتي مش مهتم بالاستحواذ، مش مهتم ان هو يمسك الكوره، ف 48% ريال مدريد، 52% لليفربول. التمريرات الصحيحه نسبتها 500 تمريره 527 تمريره لريال مدريد، في 449 تمريره ب 85% نسبه تمريرات صحيحه، يمكن نسبه قليله مقارنه بالنسبه المعروفه ريال مدريد، عشان توني كروس اللي مش موجود في نص الملعب وهو لاعب لا يفقد الكوره ابدا ويفقد التمريرات. وبعد كده يمكن الاحصائيات كلها بنشوف ان هي لصالح ريال مدريد. تاخدوا الشامبيونز ليج؟ لا ان شاء الله ريال مدريد لا يعني حاله خاصه، يعني ريال مدريد بس مع انا شايف انه ريال مش ريال برضه، مش ريال، ولكن هي حاله خاصه. ريال مدريد مع دوري الابطال حاله خاصه. احنا السيزون اللي فات ريال مدريد واجه باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وتشيلسي واخرج العمالقه كلهم وهم في التوب فورم بتاعهم. بالظبط. ريال مدريد بيعرف يلعب دوري الابطال. كارلو انشيلوتي عنده يعني ايه الخريطه بتاعه دوري ابطال اوروبا، عارف الراجل زي ما قال فاروق من شويه امبارح 2-0 في اول 10 دقائق او اول ربع ساعه، الراجل واقف هادي على الخط، بيعرف يكاتشن المباراه، بيعرف يرجع ازاي في المباراه، يعرف يستغل. امبارح يورجن كلوب قال كلام خطير جدا عن ريال مدريد في المؤتمر الصحفي، قال انت لو قدرت توقف خطوره بنزيما فانت مش هتعرف توقف امام فينيسيوس، مش هتعرف تشوف نص الملعب اللي فيه لوكا مودريتش وتشاومين اللي يقدر يصوب من على بعض. لا يعني مفاتيح لعب ريال مدريد كبيره وعديده، ولكن انا عايز بس اتكلم في نقطه سريعا عن يورجن كلوب. انا شايف ان احد اهم اسباب الانهيار اللي فيه ليفربول السيزون ده هو يورجن كلوب. يعني اختياراته بدايه من اختياراته من تياجو الكانتارا كان بعيد جدا، كانت اصاباته كتير مع بايرن ميونخ قبل ما يتم انتدابه لليفربول. لما اختار مينامينو عشان يلعب في ليفربول عشان عمل مباراه قدام ليفربول في دوري الابطال، هو قرر يجيب مينامينو وبعد كده اختفى. لما حتى قرر يجيب داروين نونيز كان برضه عشان عمل مباراه كبيره امام ليفربول في دوري الابطال. فتحس ان اختيارات يورجن كلوب انتداباته للفريق مش مبنيه على دراسه زي ما بيتم فيه، لا تحس ان هو هنا في مصر، هنا في مصر مثلا لعب بيعمل مباراه كبيره قدام نادي كبير فيتم شراءه على طول. انا حاسس ان يورجن كلوب ماشي بالسياسه بتاعتنا بقى، مش ساب اخر موسم. فاروق تتوقع واحد ليورجن كلوب مع الليفر، 2 لصلاح مع الليفر؟ انا عايز اتكلم على صلاح في حته معينه، بس انا استكمالا لكلام بلال، هو جاب ارسنال ميلو لعب في يوفنتوس، هل حد اتفرج عليه في ليفربول؟ هو لحد دلوقتي ما لعبش تقريبا مباراتين او 3 مباريات. ففي طبعا انا بتفق مع بلال ان في مشكله في صفقات ليفربول. محمد صلاح نرجع نتكلم ونقول هل تجديده لليفربول كان قرار صحيح ولا لا، خصوصا انه مع خروج ساديو ماني، مع تعويض ساديو ماني الغائب لحد دلوقتي، انت بتلعب بداروين نونيز جناح حربة عشان الشكل الهجومي المعتاد، ان انت بتلعب من غير راس حربة في وجود فيرمينيو، فيرمينيو مش موجود، جاكبو البديل بتاع فيرمينيو مش قادر يقوم بادواره. فخلال المنظومه الهجوميه حتى يورجن كلوب اتكلم ان صلاح لما بقى فيه انتقادات قال ما تنتقدوش محمد صلاح لانه هو مظلوم، لانه الانسجام غائب تماما عن الثلاثي الامامي. محمد صلاح مع ليفربول انا كنت شايف ان هو حان وقت الرحيل في نفس الوقت اللي مشي فيه ساديو ماني، كان واضح ان واحد منهم بس اللي هيمشي. ساديو ماني ارى ليفربول وارى اللي بيحصل ونط من المركب قبل ما تغرق زي ما بيقولوا. يورجن كلوب حاليا في تخبط واضح في تصريحاته. انا شايف ان هو هيكمل لانه خلاص جدد عقده، وواضح ان هو الموضوع بقى تشالنجينج جدا بالنسبه له، بقى في تحدي بالنسبه له، فاعتقد ان هو هيجدد. وموعود من جون هنري خرج وقال بعد النتائج ليفربول، قال انا اوعد الجماهير بصفقات قويه في الصيف الجاي. فهنشوف، اعتقد ان الصيف الجاي يورجن كلوب هيكمل وهيبقى في صفقات مدويه، اولها بيلينغهام نجم بروسيا دورتموند. لسه قصه البيع دي عليها علامات استفهام كبيره جدا، فكره ان النادي نفسه اتلغى خلاص، اتلغى. جون هنري خد قرار لان مانشستر يونايتد حاليا بيتباع، فلما لقى ان مانشستر يونايتد خد كل الصيت وكل الانظار توجهت لمانشستر يونايتد، عرض قطري، عرض بيتكلموا عن عرض سعودي، في عرض من انجلترا من السير راتليف، فكله اهتم مانشستر يونايتد، اتسحب البساط من ليفربول. فجون هنري خرج مالك ليفربول وقال ان هو ما بقاش يفكر في بيع النادي ومش هيبيع نادي ليفربول وهيكمل وهيجدد استثماراته.